منظر رائع ابو قردان ده، بسم الله ما شاء الله. ده سيادتك احنا من كنا من فتره ما بنشوفوش، يعني قعد كام سنه كده ما يبانش بالشكل ده. كانوا يقولوا في التلفزيون بسبب المبيدات الدواء، رش الدواء بتاع القطن. زمان ما كان رش الدواء القطن فعلا فعلا، بس اللهم صل على منظر جميل. ان شاء الله انت هتناول المكنه شويه الرز اللي انت ضمتهم دول. ما نشاهده الآن عملية حصاد محصول الأرز. طبعا من علامات نضج الأرز، علامات نضج الأرز كما نشاهد انحناء نورات الأرز الأسفل وبدء الأوراق السفلية لنبات الأرز في الإصفرار ثم بدء الحبوب في الامتلاء. ومحصول الأرز من محاصيل الحبوب الصيفية، ويختلف عن غيره من النباتات فإنه ينمو في وجود الماء، لأن نبات الأرز له الإمكانية في نقل الأكسجين إلى الجذور المغمورة بالماء من الأوراق نتيجة عملية التمثيل الكوروفيلي. هذه نباتات الأرز من علامات النضج انحناء النباتات كما نشاهد. ما نشاهده الآن الكومباين أو هذه الآلة ذاتية الحركة، التي تقوم بحصاد الأرز. هذه الآلة تقوم بعملية الحصاد والدراس والتزرية وتعطينا الأرز في أجولة. إذن هذه الآلة التي تقوم بالحصاد والدراس والتزريع، آلة ذاتية الحركة تقوم بثلاث وظائف في وقت واحد. صباح الخير يا أستاذ محمد. الله يعزك. صباح الفل. صباح الفل. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا عم. يا عم والله ما شفنا المية السنة دي، والمية المعية ما عهودة نص فدان. الله نص طن. ربنا يبارك، ربنا يبارك. وزير الأواف مخلي لنا الرد ب 300. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش والله. ما انا بقول لك ما ينفعش. بعنا بيوتنا وبعنا.